محمد بن حمد الشراب مالك مذهل، ألف مبروك اليوم هذا الفوز الكبير بهذا الحضور الجماهيري والإعلامي والضغط النفسي على المشاركين وعلى حتى المشاركين في الأشواط العادية وأشواط الرموز. يا مرحبا يا أبو بريك، وتستاهل خير، الله يطول عمرك. أنت أبو حمد دائما معود على المشاركات في الأشواط المفتوحة، هذا المهرجان كيف كان الضغط فيه والحشد الإعلامي والبهرجة هذا المهرجان الكبير؟ والله أبو بريك أشكر القائمة على المهرجان على رأسهم أخوي فهد بن علي مهندي وأخوي مبارك محمد النعيمي وعبد الله محمد الكواري واللجنة المنظمة، مثل ما شفت من المحل الأول إلى الختام اليوم الركض نعم الركض كله من المحل إلى محلي أقوى وأقوى، وفيه نوعيات حاضرة ومرشحة وهجن عليها أشوام، الركض قوي قوي. نعم. أشواط القعدان، أنت هاجسك القعدان متأهل عندك أعتقد اثنين، متأهل عندي قعود واحد. نعم. وخذ الرمز انت جبته واهلته الهدف، انت كان مخطط على الرمز؟ اي والله مخطط عليه من يوم جبته، من جايبه الركض الختامي للرمز البندق، والحمد لله على التوفيق. الحمد لله. كيف كان الشوط اليوم؟ والله الشوط قوي يا ابو بريك، ضغط من يوم قام الصنقل، وانا علمت الشباب امس الاعلاميين قلت الاشواط بكره من يوم من كيلو اثنين الى خط النهائي جر، والركض بيقعد يكون قوي. كيف طبيعه ركضه قبل اليوم؟ والله القعود كان طبيعته ولا اختلفت غارته؟ كان يخر اليوم من يوم جينا تقريبا راحت كيلو 200 الا اقعد مستلم. بروحه ولا لا؟ والله بروح. اجل اليوم يتشمق ما شاء الله. الحمد لله على التوفيق. الحمد لله على التوفيق. الحمد لله. ويا ايش توعد جماهيرك في المستقبل؟ نوعدهم ان شاء الله بعد توفيق الله بكل علم طيب. الله اذا الله وفقنا وياه. كل فوز لمن تهدي؟ اهديه لوالدي حمد محمد الشراب والى اخوي سلطان مسعود الجهني صاحب صقر الخليج وابو مذهل، الله يبيض وجهه ووجهك. وجهك ابيض ويستاهل، وحنا نقول لك الف مبروك، جعلنا مسدايم ومشكور يا ابو حمد. مرحبا يا اخوي، مرحبا يا اخوي ابراهيم. اشهد ان منطر بغنى وغنيت انا اليوم ترباني، لاجل الوطن ما ذخر غنى منا منا ان العمر فاني، يا ما كتبنا ولحنا فالدار عاد باتنا الحاني، من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصاني.